الله عز وجل ذكر في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أجل العبادات والطاعات، ولذلك على المسلم إذا دعا الناس إلى شرع الله عز وجل أن يتخذ الطرق الشرعية، وأن ينحي ويخلص طريقته من الطرق البدعية، فإن هذه الطرق قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى على أن تتويب الناس بالطرق البدعية شر. ولذلك ما يذكر من أن البعض إذا ذهب ليدعو فلانا قال: ذهبنا ونحن في حالة استغفار، ونرجع ونحن في حالة استغفار، أو ما يقال: إننا نسير في الطرقات ونتذكر هداية الله عز وجل للبشر حتى تنزل هداية الله عليهم، فهذا ليس من شرع الله عز وجل، وهذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وعلى المسلم أن يتعلم العلم الشرعي حتى يستطيع بإذن الله عز وجل أن يوصل شرع الله عز وجل إلى الناس بالطرق الشرعية حتى يؤجر، لأنه بهذه الطرق يؤجر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه تنبيهات إلى الحذر من هذه الطرق ومن غيرها مما يكون مجهولا لدينا مما يفعل، أو ربما مما يستحدث في ما يستقبل.